أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: دخلت مسجدا في صلاة الجمعة ووجدت الإمام صعد المنبر، ثم وجدت في المسجد قبرا، هل أصلي في هذا المسجد أو أخرج منه وأصلي في مكان آخر؟ أخرج منه لا تصلي فيه، ما دام رأيت فيه أن المسجد مبني على قبر فلا تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، أخرج وصل في قبر في مسجد آخر ليس فيه قبر.